صباح الخير. امبارح انا وقعت تحت ايدي قصيدة، يعني ما شفتهاش قبل كده للأسف. يعني طبعا واحد في حاجات كتيرة موجودة، هي للشاعر الكبير نزار قباني. وبالرغم من اني يعني لست من يعني مش معجبين جدا بنزار قبان، انما لي بعض القصائد اللي بعجب بيها. فهي القصيدة بعنوان يعيد عذرا، يسمع كده، فهبتكلم عنها بعدين مرة تانية، بس احب اقراها لكم و نستمتع بالمعاني اللي فيها، وبعدين نبقى نناقشها مرة أخرى إن شاء الله. يا عيد عذرا فأهل الحي قد راحوا، واستوطن الأرض أغراب وأشباح. يا عيد ماتت أزاهير الربا كمدا، وأوصد الباب ما للباب مفتاح. أين المراجيح في ساحات حارتنا، وضجت العيد والتكبير صداح. الله أكبر تعلو كل مئذنة، وغمرة الحب للعينين تجتاح. أين الطقوس التي كنا نمارسها، يا روعة العيد والحناء فواح. وكلنا نصنع الحلوى بلا ملل، وفرن منزلنا في الليل مصباح. وبيت والدنا بالحب يجمعنا، ووجه والدتي في العيد وضاح. أين الذين تراب الأرض يعشقهم، فحينما حطت الأقدام أفراحوا. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. هل تذكرون صلاة العيد تؤنسنا، وبعضهم نائم والبعض لماح. أين الذين ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. أين الذين إذا ما الدهر آلمنا، نبكي على صدرهم نخفو ونرتاح. شكرا على